سيد رئيس الجمهورية موجود في كفر الشيخ، كان موجود في إفطار، الإفطار ده جماعي سواء على مستوى هيئة التدريس أو على مستوى الطلبة والناس اللي موجودة في الجامعة. في حوار اتفتح مع سيد رئيس الجمهورية، الطلاب سألوا أسئلة، اتكلموا على آراء سيد رئيس الجمهورية نفسه، وده واضح أو دايما بيتكرر بأشكال مختلفة، لكن فكرة أنه يبقى موجود في مكان بيبقى بيشوف افتتاحات معينة أو بيشوف نشاطات معينة زي على المستوى الأكاديمي والجامعي النهاردة، بتبقى فرصة أنه يبقى في عدد من الرسائل اللي بيوجهها سيد رئيس الجمهورية، بيبقى في عدد من وجهات النظر اللي بيطرحها. كلمة الوعي أو قضية الوعي هي الكلمة المتكررة دايما أو اللي ليها أولوية في كل حديث للسيد رئيس الجمهورية، وده بيبقى واضح كمان لما يبقى بيتكلم مع فئة عمرية مختلفة، وهم دول اللي كانوا حاضرين معاه النهاردة. النهاردة كان على المستوى العلمي رئيس الجمهورية كمان بيقعد بيجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات، الكلام ده حصل فيه برضو في جامعة كفر الشيخ. لو تفتكروا حضراتكم النهاردة الزيارة اللي كان بيقوم بيها السيد رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ وتحديدا لكلية الذكاء الصناعي، الكلية دي هي الكلية أو الأولى، الكلية الأولى على المستوى المصري اللي بيبقى فيها تخصص، يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يبقى موجود في جامعات، يبقى موجود في كليات مختلفة، لكن يبقى جزء من تخصص. الكلية تم النهار، الكلية دي اتفتحت أعتقد في 19، في 2019 أول ما بدأ افتتاحها، وهي مخصصة بشكل كامل لفكرة الذكاء الصناعي. أنا وإنت حضرتك وحضرتك ممكن ما نبقاش فاهمين قوي يعني إيه الذكاء الاصطناعي ده، بس لما هتبصوا حواليكم وتشوفوا وتشوفوا الشباب وتشوفوا الولاد هيبقوا بيكلموكم يقول لكم ان احنا عايزين ندرس حاجتين، اما عايزين ندرس حاجه اسمها الميكاترونكس، ما بقاش فاهمها قوي يعني، الامور المرتبطه بالحركه الميكانيكيه او في نفس الوقت بالالكترونات او الالكترونيات، ويدرسوا الذكاء الاصطناعي، ده لغه جديده من لغه المستقبل يعني. بالمناسبه جامعه كفر الشيخ كمان تم اختيارها كافضل جامعه على مستوى مصر، علشان كده نقدر نقول مثلا ليه رئيس الجمهوريه كان موجود في جامعه كفر الشيخ بالذات، لان في 2018 كانت تم اختيارها على مستوى الجامعات المصريه كافضل جامعه مصريه، وبدات الكليه المتخصصه في الذكاء الاصطناعي دي في 2019. اللافت جدا احنا هنشوف جزء من الحوار اللي دار ما بين السيد رئيس الجمهوريه وما بين الطلاب، لكن احنا كمان هنتكلم مع وجوه كان عندها فرصة أن أتكلم مع السيد رئيس الجمهورية وسألوه. الغريب السؤال في الحقيقة، ممكن أتوقع السؤال من واحد في سني أو أكبر مني شوية أو أصغر مني شوية عن الخوف من المستقبل. السؤال عن الخوف من المستقبل الواحد يستغرب أنه يجي من شاب صغير، الشاب ده ما كان زمان ما يهمنيش أي حاجة، يعني كنت أدخل في أي حيطة، عندي قوة كده أو رغبة أو جراءة فاكر أنها مرتبطة بالعمر. المهم أن السؤال ده اتسأل السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية أجاب، وهي إجابة ممكن نكون سمعناها في أحاديث أو لقاءات قبل كده تمت، لكن زي ما قلت لحركم هي بتبقى في رسائل يبدو بشكل واضح أنه السيد رئيس الجمهورية بيبقى محدد وراغب في أنه يكرر الرسالة دي، خصوصا مع الفئة العمرية اللي احنا نتكلم عنها اللي هم موجودين في مكان علم، موجودين في مؤسسة علمية وفي نفس الوقت من الشباب. يعني أنا سعيد صحيح إن أنا موجود معاكم، لأن أنا كان برنامجنا بعد موضوع مؤتمرات الشباب إن إحنا نزور الجامعات ونلتقي بالشباب، شباب مصر مستقبل والثورة الحقيقية لبلدنا، فاسمحوا لي إن أنا أرحب بيكم وسعيد إن أنا ألتقي بيكم وإن أنا أتكلم معاكم. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا زيارتنا النهاردة الهدف منها إن إحنا أولاً نأكد تقديرنا ليكم واهتمامنا بيكم وأيضا اعتمادنا عليكم. عايز أقول لكم على حاجة، اوعى تفتكروا إن ذخيرة أي أمة وثروة أي أمة مرتبطة بشبابها. الشباب هو المستقبل، الشباب هو الإرادة، الشباب هو القدرة. طب إيه كمان؟ الاستعداد للمستقبل. احنا بنحاول نعمل معاكم ده، يعني احنا في تطوير الجامعات وتطوير التعليم الهدف منه ان احنا نساعد نفسنا اولا في مصر ونساعد شبابنا
على ان هو لما يخرج يجد فرصة عمل حقيقية. بالمناسبة احنا بنتكلم على جودة التعليم في كل المجالات، يعني في كل مجالات التعليم، لا التعليم الفني فقط ولا التعليم التكنولوجي فقط ولا التعليم الإنساني فقط، لا كل مجالات التعليم. كل ما هنحسن في جودة التعليم المقدم وينعكس ده على المتلقي من المتعلمين الشباب والشابات، كل ما ده هيبقى بنضخ قوة حقيقية في دماء بلدنا مصر. مش عايز أطول عليكم، لكن لأن عايز أسمع منكم وتسألوا وأجاوب، تسألوا وأجاوب. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح حسين وائل. ازيك حسين؟ طالب بالفرقة. الحمد لله تمام. طالب بالفرقة الأولى كلية حقوق جامعة كفر الشيخ. في البداية أحب أعبر عن مدى سعادتي وسعادة زملاء الطلبة وأبناء المحافظة بتواجد سيادتك معانا. الحقيقة أنا مش هسأل سؤال، لكن هو تعليق عن وضع بيأثر فينا كشباب. إحنا خايفين من اللي جاي، ومقدرين طبعاً اللي الدولة بتعمله من مشروعات، وشايفين الإنجازات اللي بتحصل، وده مطمنا جداً، لكن إحنا كشباب طمعين شوية، محتاجين. أوعى تقول خايفين تاني. الشباب ما يخافش. إن شاء الله. الشباب يخش بكتفه وبدراعه وبوقته وبشبابه وبالأمل. لا لا، هنخاف؟ نخاف من إيه؟ اسمع، معانا ربنا؟ طبعا. اللي معاه ربنا يخاف؟ لا. طب خلاص كمل بقى. احنا طبعا شايفين اللي الدولة بتعمله من انجازات ومشروعات، ده مطمنا جدا، لكن احنا كشباب طمعين شوية، محتاجين جرعة من الطمأنينة اكتر عن مستقبلنا. عن حضرتك بتحلم لنا بايه؟ نفسك نكون فين؟ اللي خلاني اقول الكلام ده اللي انا شايف انجازات مش مسبوقة في مصر، ده بيخليني طموح اكتر احنا وشباب مصر كلنا، اللي احنا نكون ببلدنا رقم واحد تحت قيادة سيادتك، واحنا في ظهرك كشباب. متشكرين. متشكرين. ايه تاني؟ اتفضل اتفضل. حد تاني؟ صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير. احب اعرفك بنفسي، انا الطالب السودانية سواء ادريس بكلية العلاج الطبيعي. سهير. سودانية. سودانية، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بي. بكلية العلاج الطبيعي الفرقة الخامسة. اسمح لي اتكلم بلسان كل الطلبة الوافدين زملائي من بلاد مختلفة زي تشاد وسوريا وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وكل البلاد طبعا الوافدين اللي هنا في الجامعة. ان احنا بنحس ان احنا ما بنتعامل معاملة مختلفة تماما عن المصريين هنا، بالعكس بنتعامل زينا زيهم واحد. وطبعا احنا بصفة خاصة كسودانيين طبعا، لان بنعتبر ان مصر يعني والسودان حاجة واحدة، ده صحيح. اكيد. بس وبحب أشكر حضرتك طبعاً على حضورك هنا معانا وعلى كل شيء وعلى تعاملنا في مصر بشكل ما بشكل خاص في الجامعات بس، لا بشكل عام في عموماً في مصر كلها. وشكراً لك يا سيادة الرئيس وتسلم لنا. وشكراً. شكراً. السلام عليكم. My name is Jamil Isa. I came from Nigeria from the Faculty of Computers and Information. I am level 2. First of all, I'm not going to ask questions, but I'm going to say thank you, sir, thank you, sir, thank you, sir, because we see many love and hospitality from our doctors, our teachers, and our president, the vice president. All of us, they show us love and care, so we thank you. This is all happening with your guidance and support. Thank you very much, sir. Thank you. شكرا جزيلا. Thank you very much. بس انت لازم تكون بتتكلم عربي بقى شوية، طمني يعني. أنا كلم عربي قليل. طبعا ده مش قليل ولا حاجة، ده جميل جدا. اتفضل استاذ. طيب أنا هبدأ بالضيوف الأول، إن أنا أرحب بهم مرة تانية من السودان ومن نيجيريا ومن تشاد ومن كل البلاد اللي موجودة في الجامعة هنا، بس مش هنا بس، في جامعة كفر الشيخ أيضا، في كل جامعات مصر. أرجع لحسين تاني وكلمة طمني على المستقبل. بص يا حسين، انا لو قعدت اكلمك على اللي بيتعمل واللي احنا بنعمله للمستقبل كتير، ولكن انا قلت في بدايه الكلام نقطتين مهمين مش عايز اكررهم تاني. قلت مهم قوي انك انت تبقى فاهم كويس قوي الدنيا اللي حوالين منك، وكمان مستعد لسوق العمل القادم. اسمع يا حسين، انت خريج حقوق ان شاء الله، لو انت النهارده اكتفيت بالتعليم اللي جوه الجامعه دلوقتي ونسيت ان الثلاث اربع سنين اللي انت فيهم فرصه كبيره ليك،
انك تفكر. انا عايز اقول في تخصصات في مصر في مجال القانون بكل مش كتير اللي بيشتغلوا فيها، وبالتالي دي فرصه. مطلوب ان يبقى عندنا هذا التعليم ومتقدم جدا، لكن كمان مطلوب ان هو يبقى على قد سوق العمل المتاح له، ما يبقاش عبء على سوق العمل. في تخصصات مش احنا عندنا عجز فيها كتير. اقول لك على حاجه، الرقمنه على سبيل المثال. انا عايز اقول لك احنا عندنا تحدي كبير جدا في هذا المجال، وعايز اقول لك ان سوق العمل بتاعه مش في مصر بس، لا، سوق العمل بتاعه في كل حته في الدنيا، بس امتلك القدره دي. واحنا عاملين مبادرات للموضوع ده لا حصر لها. هل انا وانا في حقوق ممكن اشتغل فيها؟ ان حبيت. ان ايه؟ ان حبيت انت او غيرك. لكن احنا عاملين مبادرات للدوله بين 10,000 جنيه للكورس لغايه 100,000 جنيه للمجال ده. لان المجال ده تاني جوه مصر وبره مصر بلا حدود، وده المستقبل.